الأصحاب، وتكون القاعات السينمائية أوقارا للمنحرفين، وتكون دور الشباب بأحراس بها تقنع الحوائج التي يستحي منها الإنسان. ولا يجب أن تكون كل سبيلة في الأحياء الجامعية، ولا مقعدا في الكليات، ولا مكانا في المقصف الأنيس لتلبية حاجة البيولوجية تحتاجها المعدة في زمن غزو الفضاء واستعمار المريخ. عندما يموت الكبار في صمت مريب، لا مراسيم عزاء على قد المقام، ولا ذكرى الأربعين على منوال الفطاحل خدام الوطن. ولما ينتهي أحد الأغبياء المحظوظين بلا كفاءة ولا استحقاق، تقام الدنيا ولا تقعد، وتبكي قنوات القطب العمومي. عندما تسقط الجماهير حماسا لمؤخرة خمس عشر وإليس وهيفاء، ولا أحد من الرعاة يعرف مقدمة ابن خلدون. وهنا فقط نكتشف حقيقة الجهل والأمية وصور البنيان. عندما تكثر الشهادات من الإجازة إلى ما فوق، وتنكشف عورة المثقفين، لا تكوين ولا بحث ولا عمق ولا تنظير، وحده الشيخ جوجل، واعتماد مقولة من نقل انتقل تكون أداة للحصول على الاعتراف. هنا الأمية الوظيفية تؤدد المشهد، ولا يصح بعدها إلا البروتوكول المسطحة لتجاوز عقبة العار للتموقع في خريطة النخبة. عندما تكون المدارس مأوى للسلوك والجاهل والمختلفين من العنف والاضطهاد، ولا تكون لحاما للمقارعة الفكرية وللخطابة وللتكوين. وعندما يكون المرحال شرف الله قدركم مؤسسة لإنتاج المعرفة لدى الخلق المتقدم، وتكون الجامعة عندنا مسرحا لتفريغ الجهل المؤسس أو المقدس. عندما يربح بائع السجائر في التقسيط أحسن مما يتقاضاه أستاذ باحث لا يستطيع ضمان أسبوع واحد في فندق مصنف بطنجة أو بأكادير. وعندما تخصص للبحث العلمي عندنا ميزانية أقل من ميزانية برنامج تلفزيوني جافر. عندما يشتري المستضعفون هواتف أخي المضيء ولا روبير لديهم ولا ابن منظور، ويهددون البيوت بالبلازما، ولا كتب ولا تربية ولا معاجين اللغة ولا أفقا رحبا وفسيح، ويكون الأغنياء أصدقاء الأوفياء للكوكايين والدعارة الخمس نجوم. عندما ندمر الأسرة بمفاهيم الحداثة المغشوشة، ونحارب القيم بالأفلام المكسيكية والتركية، فنقعد لتقدم مزور لا قاعدة فيه ولا لبنيانه أساس. عندما يجهل المغاربة العروي والخطيبي وعبد الله الحمودي والمهدي المنصرة، ويعرفون حق المعرفة ورموز الاعتدال والنمدجة ممن يمثلون الرداء والأمية. عندما تصنع النكت للميل من المعلمين والأساتذة، لأن الفنان كيتسمعش بالفنون وش من الغنى، الفرحة ديالو هو أنه يسمع تصفيقات من هذا العام ديال التصوير، كلشي اللي كيتبارك الله عليه، كتوفير، أوكي، ما تقدرش تصور الفرحة ديال الفنان اللي كيكون مع الموسيقى، وصيف هذا بنتو ولا راكب مع الناس، وخصوصا اللي كيكون مع الناس وكيمشي واحد يقول ليه، معلم، وكاين غنجة، وخا كيقول لي ابن كامل، ولكن حتى تفرحوا. لكن ماشي بحال ديال الخارج، لأن ديال الخارج كتلقى الفنان ملي كيخرج كتلقى عليه السحاب، سيدنا، كتبقى كيديها فينا انت وكاع، سير توالا بعدا، أنا خارجي لحظة، أبدا أنا باش نشوف واحد كيبقى خارج من الدار فرحان، كتلقى واحد شوية تزوينين، هزي الورق في اليوم، كتوقف غير الناس ديالنا، وهي سنين كيف واخا خمسين. قلت لي وجوه البوليس دوري في مدرسة سيدي على خمسة طريقات. ويكون قاسي نعيمة ويكون قاسي ساعة قضى الوضع حتى تهنيتي ما تبقاش تسكن عاد قضى الوضع وخزات يا جماعة قولوا لك السنة تخون عاد قضى الوضع ويخاف ارتيست يا جماعة ويخاف ارتيست عاد فوتو الله عليك.
بوزي قلبي غرب عاقل تكيفوته أنا كنت على العلاج النهار جابت شي كيفية الموبيس وعقل بيقنا 500 مليون هم غادي 500 مليون عفوا شحال مستفر اقتصادي فيها جيني فيها الموبيس مش تحسن الأمريكا باش تجي قلت له واش تقدر تجي قلت له وين ما تقدوش ليا شوفوا الفيلم جيمي فارلوبيز غادي تشوفوا علينا نمشي في الكنزه وفيها باش تجي قلت له وين ما بقيتش نرجع للمغرب على داك الشيء اللي قالوا ليا وغادي نعاود لكم من بعد شنو درنا ليها كتشوفوا هما يا نسرى الخطف عارف كيفاش 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 ك